له كرك، اول ما صب الكرك وهو ينتثر الموت ويجيني متروع. احصن نفسي المشوح اللي لا والله ما تدري على القهوة عبر القارات. لا شلون عبر القارات؟ هاي دولي هذا الواحد يحط. ترى صوتي مو بكذا انا بس تغير يوم دخلت. ها؟ تغير يوم دخلت والله يوم تغير والله حتى انا من ثاني يوم وصوتي يروح يختلف 180 يا ولد. اول اسبوع سمعت مني شيء؟ اول اسبوع عجزت عجزت انا ليومك. انا ما اعرف اغني الا جيت لحالي. حتى والله اني لو رحت اجي اسجل شيله في الاستديو اروح لحالي قد دقيقه وفي مشدين قدام ولا شاعر ولا احد اقول خلهم لا راحوا. صرت انا مهندس لحالي اهجي ما اعرف كذا اسجل معنا الحين. ليش ما تغني يا سعد يا سعد يا سعد لو تشوفه شيب ماني بشايب لابسات البراقه يا سعد جاي بني يا مالي قلبه بنات البد وتلالا طق مع البريد مردادي. تعال هنا تعال هنا يا ابو سجاد المردادي. سهل المشيار يا صاحبي السيف افضل مسيح من راح. ما عليك مني ولا لا ما عليك مني. توكل توكل الله يوسر اموره الله يرزقنا بسالفه. ليش وقفت على السالفه؟ سؤال واجد كان القصيد واجد ولا داع دسره؟ انا ما اداني. انا المشكله السوالف اللي عندي كلها طويله ولا اداني اسولف سالفه طويله. اول شيء يمل اللي جنبك سامع تمل انت ايه وانت تمل تبغى الفكه. والله يا رجل عندي سوالف سوالف لا راحت ولا جت مستغرب. اطلع واحده منهم ويله يا ولد اختصر انت بتسبدي ولا سولف؟ ارغب احس اني انقد على عمري. شو عاد عادي اقصى لا اليوم نص بكره نص. لا لا اسمع مرتن سولفت شاي شاي في شاي ايه مرتن سولفت سالفه عند رياجين شرواكم في مجلس ولامون عليهم والسالفه طويله وفيها قصيده طويله ويا ولد ابي احد يقطع سالفتي ابي احد يشاركني. حلو والله رياجين منصتين. المشكله يوم تجي السالفه طويل العمر هنا فكاهيه ايه وتحس ان وقفتها ما هو ضحكين من هالناس ايه ايه ومتواصل. انا ايش تبي يجي لها وقفه ولا تعي لها وقفه ولا تعي ودك ورب السلام. هلا لا لا تكفى اذا الوقت ودك السلطان يجيك ويقطع السالفه. انا اشهد انا اشهد يا سلطان والله انقطع السوالف بعض الاحيان انه نعمه. حلو نعمه افتك من الحلب عزام تجي شايف من الحلب ومن يوم مشوه يسولف عليك. تكفى هذا سؤالتك الاول والمطار وش سالتك حق الربع يتكلم على الاخر. خلنا اسمع يا خلاص سمعوا عليها كلهم. لا 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 ما سمع حد منهم سمع كلهم حد منهم والله صب شاهد الربع كلهم جاهم زين. يقول يا طويل العمر هذا الله يرى افتن عند واحد فلوسه واجد قال اللي بيحسن منكم تشلب اكبر تشلبه بيعطيه موتر على وارده. ايه قام يحس الله السلام قال 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 الاول يا مجدي كستاهم لان نازلين في وادي الرمح اقلبه انت شفت مني. يقول ولا عينت الا ولدت السير. يقول قال من تالي الليل يقول يقول اسند اسند قال من السير نجم من علي ابو كبير من الجال للجال قال من العرب ما عاد يمديهم يظهرون اغراضاتهم ولا عاد شيء. قال وانا امسك وترتي اهب قال وانا اقول بهتش قال وانا ارد السير. قال وانا مشني تطرح انا ويا رجال قال اقول بهتش اوصيح العرب وراي قالوا يظهرون 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 يقول يتلالبها من جبهه ظاهر. قال من ما عاد انا قواني قال وانا افكه قال انا فكيت قال من السنه قنبله قام لهم سالمين. تقول مدبع يقول مدبع قال انت افتحني قال ذيك السنه قالوا انا عندي الف من الضان والف من المعزه. قال جدني في الصحصح اللي ما يغبيها حاجه قال هم الحنشه الجايين يلقون يبون ياخذونها. قال تبي تمين يسار قلت قال ما بهلق ذاك قوطي الصلصل قوطي صلصه قوطي صلصه تعرفون. قال وانا احطها فيه كلها وانا احطها وانا احطها وانا احطها للفين كلها الغنم اه يقول معها بهم حول 200 يطلع كذبه خارقه ذي ايه يقول معها يقول معها بهم حول 200 قال وانا احطها معها قال وانا احطها تحت رجلي وانا اطعلاها يقول اني اكتمها عشان ما يظهر صوتهم يقول هم يحسون علي. قال ذا الغنم انا قال والله انا مثلكم اقصه. قال يروحون مني قال والله يوم ظهرتها انها زايد بهمها 600 اوه ما اللي تنفيق الهنا يا دار وانت قلت الصلصه
قال انت يا الثالث وش عندك؟ قال مجي لك السنه، قال لاني على ترايله. على ترايله؟ على ترايله. محملي 600 كيس شعير. قال وبي ذي الحمى. يقول عجبت معي الترايله، يقول ابي زينة شايله مني. قال يوم ظهرت وتسعت انا من الديره، قال وانا اروح للترايله، يقول نسيت على الامطار، قال ما ظهرت الترايله، قال يوم ظهرت وهي تخفس. للطيب. قال يوم خفست. يقول ادور لي الحمى، يقول يا مره ترايل، يقول في العين فلح، يقول اي اللي ذاك الرجل يبيع لها ديتسه، يقول اخذ يديك الحي، يقول اضربها معي، قلت بذبحه وبصلحها عشر. قال واظهر طويل العمر وامشي. قال يوم ظهرت في الجنود، قال له هي خافس انا. يقول تلفت. قال انا اروح انا افك لك كيس الشعير واخذ خيطه. قال واخذ لي في يدي شعير، قال واربطه في رجل الديتسه واربطه في خشمه. ربط الخيط حق الشعير. خيط الشعير ربطه في رجل الديس وربطه في خشم الترايله. قالوا انا اقعد احذف لها الحب. اهيب. قالوا انا اقعد احذف لها الحب. قالوا كل شوي طامري ومظهرها. يقولوا انا مغير احذف لها الحب، يقولوا اني عايز دبرت لين ظهرت لين ظهرها. هب هذا عناها. هذا لا عطاها ثلاثة واحد، قالت والله تستاهل السيارة. هذا والله اللي عماها الصدق، هذا والله السلوب. هذا الحين سلمت لي حقتها تشد دام دخلت وتسد فيها تدبان حطه. ايه هب ما تدبان. هذا يقول لكم في اثنين يستدبون على بعضهم. شروا حاضرين. شروا حاضرين. حلوه. ركز واحد قال انا ابوي عنده قدر ما يطلع الا في العيد. يقول قدر يا ولد لو تحط فيه 1000 ذبيحه وسط القدر طبخها من كبره قدر. اخوان علي. ايه. المهم رفيق ذاك انت قطعك عليه سلبت هذي ما وراها سلبت ما عليه يعني زعل عليه. ايه ويقز رفيق قال انا واحد من عمانيه وابو ابوي عنده نعجه ذبيحه يقول من كثر شحمها لو تدخلها بين ضلعين ما دخلت يا وجه الله. قال وين تطبخون النعجه ذي فيه؟ قال في قدر ابوك اكتبه. اكتبه. هذا اثنين يطلعون اثنين واحد صدوق واحد سلوب اخويا. ايه قال الصدوق ما تسوي لي ترك يجيب لك وحدات كبار من جده والله يوم تقولها بين الرجال اللي يستحي. هذا الصدوق يقول الصدوق بين الصدوق واليوم اصحك هذا خط ما بيني لا لا تجيني ولا عاد اجيك يا اخوي فضحت لي. قال الا لك وزن انا يا اخوي ما عندي سواق انا صدق والله عندي الليله شيء. قال يا اخوي اجيب لك شيء معقول. قال ابشر بس ادلي لك علي انا والله الكذب ان شاء الله اني بخليه لكن شوف انت سببت انا ولا شفتي بجيب كبير افتح عنحن انت فاهم شو بتستعد انا بعدلها. ايه قالوا يقلطونهم على الرجال ما يعرفون الشيخ له مجلس تبي. قال يوم دخل وقلت تلفت. قال مجلسك ذا ما هو كانك صغرتي شوي. يقول له تشذو الشيخ. يقول له تشذو مجلس الشيخ. قال والله انه كبير وفي بركت ولا بعد على كثر ضيفه انه ما بعد انت لا. ليه اجل عندك مجلس يقول الشيخ مجلس تشذو. قال تشذو بي عندي مجلس. عرف يجي من غير ناحيه. قال اي والله عندي مجلس. قال كم؟ قال 70 متر. قال 70 افتح انحن ذاك وعلى افتح انحن تساله الشيخ قال في كم؟ قال في مترين. قال يا اخوي ضوقت انت راح سيب. قال ما ضيقت ضيق هالرجال الله يضيق مناسبه. لا 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 بيعطي اياها. ضيق الصدوق. ضيق الرجال الله يضيق عليه في قبره. قال لا في اثنين طال عمرك واحد عنيد وواحد ما هو عنيد. يمشون طال عمرك وشوفوا لهم سواد هناك بعيدة عنهم. قال الأول قال هذا تيس. قال الثاني قال لا هذا نسر. قال العنيد لا هذا تيس. قال ذاك لا والله إنه نسر. قال مشينا خلينا نشوفه هو يوم أقبر عليه هو يطير. قال ماني قال لك إنه نسر. قال أقول هذا تيس لو طار. أنا شو المشي بعنا؟ هذا. أنت كذا قلت صرت عرب على بس أنت ما سمعتوه. شايف من سودان الله يعطينا عمل لي اجينا عارفين كل سوالف لازم يعطيهم ملح على ما قال لازم ترى السالفه وقلت لهم عارفينه تنكيت تنكيت ايوه يابا ولا يكتبوا عليه يدورون طريقه شلون يكتبوا عليه علشان يدبونه. المهم يوم من الايام هو عنده ناقه ماخذ قلت تنت حارسها والناقه هو جانا ما ادري واجه حوله المهم انه مشرف عنده يا تيبي ومعها قرابة عندنا خليل نجمع كلهم نجمع قالوا خلينا نركب ونروح صوب ابو صالح يجينا كنا احنا عيننا من حوله خلينا نكذب عليه ونبشر
كنا عندنا كنا الحين راقبين هو عنده لما تكون طايرين يوم جاء لنا بعيد من عنده قال يلا فرصتكم تعالوا ولا حد يضحك ولا شيء علموه على طول ساعة جاء وقعوا عنده قال يا ابو صالح مش البكرة قال يا اخي انا خابر البكرة ومن سبحان الله ودها ولا خلتني ارضع حوارها لكن حياكم حياكم عندكم رباط ولا رضاعة هم جايين من البلاد قال والله ما معنا شيء قال حياكم يا ربكم تعاونوني عليها يا اخي طائرهم يلحقون ساعة وقفوا شرها عند الناقة قال جعلت توخل كلت حوارها ما لقى ولا عاد راي شيء صدقوهم يبون يكون من البداية يوم يقول كذا عليهم قلبها عليهم لا من البداية يوم يقول ابشر بذكرة ايش قال له؟ قال خابر هو مو بداري صار يطلع في كذبه جني عيار عيار يا ولد قلبها عليهم صدقوا سمع بالمثال على الطهور الرحام ها؟ سمعتوا بلو؟ على الطهور الرحام ايش؟ على الطهور الرحام ولا على الطهور الدوسري طهور الرحام ايش؟ هذا سمعتوا المثال الرحام بالماضي لا لا سمعتوا ولا سمعتوا؟ رجال اصلا انقطر هذا واحد من عمي مثال انتشار اي والله هاي يقول على طهور الرحام انتشار انتشار اكثر الناس يقول على طهور الدوسري ولا على طهور الرحام وما يعرفه له سالفه ابوه حكي لا قال لك الكربت لا قال لك الكلمه تمشي تمسك جاك يطول عمره نزله في الشتاء فحام صغير الله يشفيه ادعوا له بالشوارع الله يشفيه هم في الشتاء برد وبدو والحائط صعبه وهو صغير وهو أصغر عيال يعني يحب أبوه وصغير توه صغير وكل ما أصبح وقومه الفجر توضي بحن قال أطهر وصل والشايب ساكت منه في الشتاء يوم نقز الشتاء وفحان أطهر كل ما سأله يا ما عاد نقز الشتاء ما عاد عليه منه هو أول يحنه من البرد ولا توضي بحن قال أطهر قال لا نزلت أنا في الشتاء وجد الشتاء أنا أقزمت على طهور يا بحن من قال بيدك تو أنت على وضي قال لا على طهور فحان يعني ما نبع على وضي وراح راح مثل أطهر الدوس والله تعبانه إيه تعبانه وبش كان مستشفى ظهر ودعوا له بالشفاء الله يشفيه إن شاء الله الله هنا الربع مرة راح يلقطه الله ناس جاي لهم ناس من أطهر قال أطهر الدوس لي وصلته خيام إيه سلطان سلطان أربع يوم هذا ها؟ اليوم عطني عطني عجمة ها صايد روسهم يا محمد طف الدينمو واحد شنطه اتركهم لا تعدينهم التلفزيون بعد ترى قاعدين حبه انت ما شاء الله ما تسال هنا عند الدين لا لا ما تشتغل الحين تشتغل بعد ساعه العشاء لا تشتغل ابو الشاهي تقاوس هذا شيء عاد شاك اليوم ها اقرب اذا احره احره زياده نص نص شلون احره نص نص بس لدها طول عاد دين النور القمر في خدها تعال تعال نسوي اللداده قوم قوم لا لا فيها اطلق من اللداده امشوا الرجال لدايده من المجلس هم جايبين لكم اكل شعبي طول في عمره الله يطول في عمره ان شاء الله يا شب علينا بلداده اليوم طول في عمر امهاتنا كلها الله يجزاه خير ويعطيه الصحه العافيه علي قوم علي خليتني 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 خليتني